تسألهم الآن عن أنواع التوحيد. عن أنواع التوحيد. نعم. نعم. اسمك؟ اسمي محمد عبد الله بن إسماعيل. ما شاء الله. ما هي أنواع التوحيد؟ التوحيد ثلاثة، وهو التوحيد الربوبية، التوحيد الألوهية، التوحيد أسماء وصفات. خلي يذكر باللغة الكمبودية. التوحيد الربوبية، أي أذكر الله في كل مكان أبدا. التوحيد الألوهية، أي أذكر الله في كل مكان. Tam lẽ con đã theo sự hợp lên sông chúng nuôi. À tao hết đu Asma Uvisifa. Asma Allah tam lẽ con ta đặc miên là nãy đặc miên là vậy áp lực thiệp ba đặc miên là vậy nó lâm thèn đấy áp lực thiệp ba lại. Masha Allah.